التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي السلام عليكم. قبل ما يقرب من 4 أعوام من الآن قام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بزيارة خاطفة إلى تركيا استغرقت 6 ساعات فقط. الرئيس الفرنسي رفض أن تكون زيارته إلى تركيا بصفة رئيس دولة فرنسا، واختار أن يزورها بصفته رئيسا لمجموعة 20 التي تنتمي كل من فرنسا وتركيا إليها، وكانت فرنسا حينذاك ترأس دورتها. الأتراك أحسوا بالإهانة من تلك الزيارة، فأراد رئيس الوزراء التركي حينها وهو رئيس تركيا حاليا رجب طيب أردوغان تلقين ساركوزي درسا في كيفية التعامل مع الأمم الكبيرة. فقدم أردوغان للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال استقباله له في أنقرة هدية تذكارية كان الغرض منها إحراجه وتذكيره بفضل تركيا على بلاده. وما أن قرأ الرئيس الفرنسي تلك الرسالة حتى عجز لسانه عن النطق. فما هي تلك الهدية التي استخرجها أردوغان من ملفات الأرشيف العثماني ليقدمها لرئيس فرنسا؟ الهدية كانت عبارة عن رسالة كتبها أحد الخلفاء العثمانيين ردا على رسالة استغاثة بعث بها ملك فرنسا فرانسيس الأول عندما وقع أسيرا في يد الإسبان، يستنجد فيها الملك الفرنسي بخليفة المسلمين ويرجوه أن ترسل الخلافة قوات ردع إسلامية تحرره وتحرر فرنسا من الغزاة الإسبان. وهذا نص مما جاء في تلك الرسالة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأناضول والروميلي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب والعجم وبلاد المجر والقيصر وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر، ولله الحمد والله أكبر. أنا السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا. وبعد وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانك بان، وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم، وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سريرة سدتنا الملكية وأحاط به علم الشريف على وجه التفصيل فصار بتمامه معلوما. فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم، فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر، فإننا فاتحون البلاد الصعبة والقلاع المحصنة وهازمون أعدائنا، وإن خيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة، فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته. وأما باقي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذكور، فليكن معلومكم هذا. التوقيع سليمان. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 7 من البرنامج التاريخي العظماء 100، والتي نخصصها للخليفة الإسلامي العظيم سليمان القانوني رحمة الله عليه، وهو الخليفة الذي وصلت في فترة حكمه مساحة الخلافة الإسلامية لأكبر مساحة على الإطلاق عبر تاريخ الأمة الإسلامية بأسره. وقبل أن نصبر أغوار حكاية عظيمنا الجديد، أحب أن أشكر كل من علق على حلقات برنامجنا أو ساهم في نشرها. أشكركم جميعا، فأنا أقرأ كل ما تكتبون
وأسعد جدا بتعليقاتكم وأستفيد من مقترحاتكم. أما بالنسبة لاستفساراتكم فقد وردتني استفسارات كثيرة تعليقا على الحلقات الماضية، منها مثلا سر تلك النجمة السداسية في عالم خير الدين بربروسا. والحقيقة أنني فكرت أن أجيب في بداية كل حلقة عن استفسارات الحلقة السابقة، إلا أنني توصلت لنتيجة أن ذلك سيؤثر سلبا على سير الحلقات، وربما يحيطها بهالة من الملل الذي نحاول الابتعاد عنه في هذا البرنامج. لذلك قررت أن أخصص في نهاية كل 10 حلقات إن شاء الله حلقة خاصة للإجابة عن التساؤلات والرد على المقترحات. أما الآن فلنبدأ بقصة الخليفة العثماني العظيم السلطان سليمان القانوني. وقصة هذا الخليفة العثماني لهي أوضح مثال على نظرية الغزو التاريخي، فحكايته مثال صارخ للوسائل القذرة التي يستخدمها غزاة التاريخ لتشويه تاريخ أمة مجيدة أخرجت للإنسانية نماذج لا مثيل لها بين البشر. فبعد هذا اللقاء الشهير بين أردوغان وساركوسي، قامت مجموعة علمانية تركية بإنتاج مسلسل مسيء للخليفة سليمان القانوني، يصوره كزير نساء ورجل غارق بالملذات الدنيوية. المسلسل واسمه بالتركي القرن العظيم. قامت القنوات العربية وخاصة تلك المعروفة بحبها لكل ما هو إسلامي، قامت بشراء هذا المسلسل وعرضه على شاشاتها، وذلك بعد تغيير اسم المسلسل إلى حريم السلطان لزيادة الإيحاءات القذرة الموجهة لحياة هذا العظيم الإسلامي العملاق. والواقع أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في إنتاج المسلسل ولا في عرضه، وإنما في من تابع هذا المسلسل. فسليمان القانوني ليس هو المستهدف من وراء هذا المسلسل، فلقد أفضى الرجل إلى ما قدم وهو بين يدي ربه الآن، بل بالعكس فالخليفة سليمان يحترمه أعداؤه قبل أتباعه. ولعلك تعجب أن اسم الخليفة سليمان القانوني في أدبيات الغرب ليس القانوني، وإنما سليمان الرائع أو سليمان العظيم، سليمان the magnificent، بل يعتبرونه من أعظم ملوك أوروبا عبر تاريخها. إذن فمن المستهدف من تشويه هذا الرمز الإسلامي؟ الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون أن الهدف من تشويه رموز الأمة هو أنا وأنت وطفلك الذي سيكبر يوما دون أن يجد رمزا واحدا من أمته يمكن أن يقتدي به. غزاة التاريخ يريدون أن نكفر نحن بكل ما كان مقدسا لدينا، بينما على الجهة المقابلة نجد الأمم المحترمة تحترم، لا بل تقدس رموزها وتغرس في عقول أبنائها منذ الصغر تقدير رموز أمتهم. النمسا مثلا لديها علم مكون من 3 أشرطة أفقية، 2 منها باللون الأحمر بينهما شريط أبيض. هذا العلم وضع لتخليد حكاية فارس صليبي اسمه ليوبولد الخامس دوق النمسا، الذي كان مشاركا في حصار عكا في الحملة الصليبية 3. وتقول الأسطورة أن رداء هذا الفارس تحول من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء، وعند انتهاء المعركة نزع حزامه الذي بقي ما تحته من الرداء باللون الأبيض، وتخليدا لما يراه النمساويون بطولة من هذا الفارس الصليبي. لا تزال النمسا رغم مرور ما يقرب من 800 سنة على تلك الحادثة تخلد قصة بطلها الصليبي، بينما نحن مشغولون بمتابعة مسلسلات تسيء إلى أبطالنا. وقصة تشويه سيرة الخليفة العثماني سليمان القانوني ما هي إلا فصل من فصول مؤامرة أكبر يتم فيها تشويه الخلافة العثمانية بشكل عام، فيتم استبدال وصف الخليفة العثماني إلى السلطان العثماني والخلافة العثمانية إلى الاحتلال التركي. ولا أنسى أنني كنت أدرس في فلسطين في مدارس قطاع غزة المنهاج المصري الذي تزخر فيه كتب التاريخ المدرسية بقصص الظلم والاضطهاد والتخلف الناتجة عن الاحتلال التركي،
ناهيك عن عشرات المسلسلات العربية التي يتم فيها تشويه الولاة العثمانيين وتصويرهم كطغاة مستبدين وقوات احتلال. ولكن في هذا البرنامج سنقوم إن شاء الله باستعراض القصة الحقيقية للعثمانيين المجاهدين بالتفصيل، وذلك تباعا عبر حلقات البرنامج، ابتداء من المؤسس عثمان بن أرطغرل وحتى آخر خليفة للمسلمين عبد المجيد الثاني رحمهم الله جميعا. إذن فمن هو سليمان القانوني؟ اسمه سليمان ابن سليم الأول ابن بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح ابن مراد الثاني ابن محمد الأول ابن بايزيد الأول المشهور ببايزيد الصاعقة ابن مراد الأول ابن أورخان غازي ابن عثمان ابن أرطغرل. أسمه أبوه السلطان سليم الأول سليمان تيمنا بنبي الله سليمان الذي كان إضافة لكونه نبيا ملكا عظيما، فزرع في وجدان هذا الطفل منذ نعومة أظافره شعورا بالعزة والعظمة لحمله لهذا الاسم. لذلك فمن المهم أن نختار أسماء لأبنائنا تنمي فيهم روح العزة وحب الإسلام. المهم، عند وفاة الخليفة سليم الأول رحمه الله تولى سليمان حكم المسلمين. كم كان عمره حينها؟ لقد كان في 25 فقط. تابعوا معي ما فعله هذا الخليفة العظيم وهو في هذا العمر. فما أن تسلم سليمان مقاليد الخلافة وهو في هذا العمر المبكر، حتى بدأ أول اختبار له تمثل في تمرد بعض الولاة الذين ظنوا أن صغر سنه سيكون سببا في ضعفه. ولكن السلطان الشاب سليمان القانوني ضرب بيد من حديد على كل من حاول اختبار هيبة الخليفة، فخلال فترة زمنية قصيرة قام بإجهاض عدة عمليات تمرد، كان من أشهرها تمرد والي الشام الذي تم إجهاض حركته التمردية وإعدامه لكي يكون عبرة لكل من تخول له نفسه العبث مع هذا الخليفة الحازم. أما في الجانب الأوروبي فلقد استهان ملوك أوروبا بسليمان لصغر سنه أيضا، فرفض ملك المجر دفع الجزية التي كان يدفعها لأبيه سليم الأول. عندها قاد الخليفة الشاب سليمان بنفسه جيشا إسلاميا كبيرا وتقدم به إلى وسط أوروبا حتى وصل إلى أسوار مدينة بلغراد الحصينة، وبلغراد هي عاصمة صربيا اليوم ولكنها كانت تتبع مملكة المجر حينها. هذه المدينة كانت بمثابة الحصن الأخير للمسيحية في شرق أوروبا بعد سقوط القسطنطينية. ولكي تعرف مدى تحصين أسوارها فعليك أن تعلم أن السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية لم يستطع أن يقتحم أسوارها بعد حصار طويل لهذه المدينة، بل أصيب محمد الفاتح على أسوارها، إلا أنه رحمه الله وقبل أن يغادر من أسوار مدينة بلغراد استجمع قواه وهو جريح ينزف ورفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم افتح هذه المدينة على يدي رجل من نسلي. واستجاب الله لدعاء الفاتح ففتحت بلغراد على يدي سليمان بعد أن دكت قوات المدفعية الإسلامية أسوار المدينة بشكل متواصل، أجبر القوات الصليبية المدافعة عنها بإعلان استسلامها. فكان أول شيء صنعه سليمان عند فتحه للمدينة هو رفعه للأذان على قلعة بلغراد الشهيرة. وانتشر خبر سقوط حصن بلغراد في أيدي المسلمين في جميع أنحاء أوروبا، فأسرع ملوك أوروبا يدفعون الجزية ويظهرون الطاعة للخليفة الشاب الذي ظنوه لقمة سائغة، فإذا به قائد شجاع يتقدم الجيوش الإسلامية بنفسه. وتحول الخليفة الشاب السلطان سليمان إلى أعظم ملك على وجه الأرض في ذلك الزمان. ووصل الأمر لكي يتوسل ملك فرنسا فرانسيس الأول أو فرانسوا الأول من الخليفة المسلم لكي ينقذه من الإسبان الذين احتلوا بلاده. فقام سلاح البحرية الإسلامية بقيادة أمير البحر العثماني خير الدين بربروسا بتحرير المدن الفرنسية من الإسبان، فحرر المسلمون لفرنسا
مدينة نيس وجزيرة كورسيكا، وفي المقابل أخذ المسلمون ميناء طولون الفرنسي ليصبح قاعدة إسلامية لتحرك القوات البحرية المجاهدة، وأصبحت مدينة طولون الفرنسية مدينة تحت حكم المسلمين، ورفع علم الخلافة الإسلامية على قلاعها، وصار الأذان يرفع في تلك المدينة في الوقت الذي أصبح الخليفة سليمان يتدخل في القوانين الفرنسية حسب رؤيته. وفي مرة من المرات أراد الفرنسيون أن يطوروا نوعا من الرقص، فأمر الخليفة المسلم سليمان القانوني بمنع هذا النوع من الرقص لكي لا ينتشر الفساد بين الفرنسيين حسب رؤية الخليفة. وفعلا قامت فرنسا بالاستجابة لأمر السلطان العثماني سليمان القانوني. وفي زمن السلطان سليمان القانوني الذي أمضاه من جهاد إلى جهاد، أراد سليمان أن يضع حدا لقراصنة القديس يوحنا الذين اتخذوا من جزيرة رودوس مقرا لهم لشن الهجمات على سفن المسلمين في البحر المتوسط. ولكن في البداية، من هم قراصنة القديس يوحنا؟ قراصنة القديس يوحنا أو فرسان القديس يوحنا هم مجموعة من أقذر المجموعات الصليبية التي كانت تحارب المسلمين في الحروب الصليبية في فلسطين. كان يطلق عليهم اسم الهسبيتاليين، واشتهروا بصليبيتهم المتطرفة وحقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين. طبعا وضمن مسلسل التزييف التاريخي الذي تتعرض له أمتنا، قام المخرج المسيحي يوسف شاهين بتصوير فرسان القديس يوحنا في فيلمه السخيف الناصر صلاح الدين، وهو فيلم مليء بالتزييف التاريخي بالمناسبة. قام المخرج بتصوير الهسبيتاليين على أنهم أناس مسالمين وطيبين، واختار إحدى الممثلات لأداء دور قائدة فرسان الهسبيتالية في محاولة لتزييف حقيقة أولئك المجرمين. المهم، استمر فرسان الهسبيتالية في جرائمهم في فلسطين حتى طردهم منها البطل الكردي الإسلامي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فاتخذوا من جزيرة رودس مقرا جديدا لهم، وذلك لشن عمليات القرصنة على السفن الإسلامية، حتى قرر بطلنا سليمان القانوني وضع حد لجرائمهم بحق المسلمين، فقاد بنفسه أسطولا إسلاميا ضخما واتجه نحو جزيرة رودس، فتحصن قراصنة القديس يوحنا داخل أسوار قلعتهم، فقامت المدفعية الإسلامية بدك حصون القلعة دون جدوى. عندها قام سليمان القانوني بابتكار خطة لم تعرفها جيوش الأرض من قبل، وهي نفس الخطة التي سيستخدمها المقاومون في غزة بعد ذلك بنحو 500 عام. فقد أمر القانوني بحفر 50 نفق تحت أسوار قلعة رودس الحصينة والتسلل إلى قلب العدو ومباغتة قواته المتحصنة داخل القلعة. وفعلا تم للقانون ما أراد، واستسلم قراصنة القديس يوحنا على أن يغادروا الجزيرة. الجدير بالذكر أن قراصنة القديس يوحنا رحلوا بعدها إلى جزيرة مالطا واتخذوها مركزا جديدا لهم، وسموا بعدها بفرسان مالطا، حتى طردهم منها نابليون عام 1798، إلا أنهم ظلوا منظمين تحت تنظيم سري بغطاء الأعمال الخيرية، وأسسوا منظمة فرسان مالطا التي كونت دولة افتراضية تعترف بها ما يقرب من 100 دولة من بينها 4 دول عربية، وصار لهم ارتباطات قوية مع فرسان المعبد الذين يمتلكون تأثيرا قويا في دوائر صنع القرار الأمريكية. وهناك مؤشرات وتقارير بأن شركة بلاك ووتر للمرتزقة المأجورين التي قامت بجرائم عديدة في العراق ما هي إلا واجهة لفرسان مالطا الصليبيين. وربما يفسر لنا هذا الجرائم المروعة التي كان مرتزقة بلاك ووتر يرتكبونها بحق المسلمين في العراق. المهم، بعد رودس قام القانوني رحمه الله بتحرير باقي المدن الإسلامية في شمال أفريقيا من القوات الصليبية، فتم تطهير تونس والجزائر وليبيا من الغزاة الصليبيين. ولم يكتف القانون بهذا الحد،
بل قام بمحاربة الصليبيين البرتغاليين على تخوم البحر الأحمر، وقام بالدفاع عن الخليج العربي في وجه القوات الصليبية التي كانت تخطط لاحتلاله. وبذلك اتحدت عمان والأحساء وقطر في جسد دولة الخلافة الإسلامية العثمانية العملاقة، وانضم الصومال للجسد الإسلامي الكبير أيضا، وتحولت موانئه لقواعد حربية تنطلق منها الأساطيل الإسلامية العثمانية. وبذلك حصن السلطان سليمان الخليج العربي وعمان واليمن والصومال من الغزاة الصليبيين، وتحول ميناء عدن اليمني لميناء حربي محصن بمئة قطعة مدفعية تهدد أمن أي سفينة غازية تفكر بمجرد الاقتراب من البحر الأحمر. وسنعلم خلال الحلقات القادمة إن شاء الله لماذا حصن السلطان سليمان القانوني البحر الأحمر بالذات. وبعد ذلك وصلت للقانوني رسائل استغاثة من مسلمي الهند الذين هاجمتهم القوات الصليبية البرتغالية، فأسرع سليمان القانوني بإرسال سلاح البحرية الإسلامية إلى الهند للدفاع عن المسلمين. ثم قام المسلمون في إقليم إتشيل أندونيسي بالاستعانة أيضا بخليفة المسلمين البطل سليمان القانوني، فأرسل السلطان سليمان القانوني إلى أندونيسيا قوات التحرك السريع التابعة لسلاح البحرية الإسلامية، وذلك للدفاع عن المسلمين هناك. فصار سلاح البحرية الإسلامي يدافع عن الإسلام والمسلمين في بحار شرق آسيا وغرب أوروبا وشمال أفريقيا. وفي نفس الوقت استمر سليمان القانوني بتحريك أساطيله العملاقة إلى الأندلس جئة وذهابا، وذلك لإنقاذ الأوروبيين المسلمين من أوكار التعذيب الصليبية لمحاكم التفتيش. كان هذا بعضا من جهاد الخليفة الإسلامي العظيم السلطان سليمان القانوني، الذي يريد غزاة التاريخ الآن أن يشوه صورته بحريم السلطان. ويشترك معهم في تلك الجريمة كل من يشاهد هذا المسلسل وغيره من الأعمال التي تشوه تاريخنا، تاريخنا المجيد. هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار، طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. والحقيقة أن كل ما ذكرناه عن السلطان سليمان القانوني لا يمثل جزءا بسيطا من بطولاته التي كانت معركة مهاكس العظيمة، المعركة التي خلدت سيرته في جميع أنحاء أوروبا. ففي سنة 1526 للميلاد أعلن بابا الفاتيكان حالة النفير العام في أرجاء أوروبا لمحاربة سليمان القانوني، وأصدر قرارا بمنح صكوك الغفران كل صليبي يشارك بهذه المعركة. وهذه الصكوك هي بمثابة شهادات كنسية موقعة من البابا شخصيا تضمن للجنود الصليبيين الغفران من ذنوبهم والخلود في الجنة الأبدية، طبعا حسب الاعتقاد الصليبي. فتكون بذلك أكبر حلف عسكري عرفته الدنيا حتى ذلك الوقت، مكون من الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتشمل كلا من إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، هولندا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ، إضافة لمناطق واسعة من فرنسا وأراض أوروبية أخرى. مملكة المجر وتشمل المجر وسلوفاكيا وترانسلفانيا وهي رومانيا الحالية، إضافة لشمال صربيا. مملكة بوهيميا وهي جمهورية التشيك الحالية. مملكة كرواتيا ومملكة بولندا وإمارة بافاريا الألمانية وهي ولاية البايرن الألمانية، إضافة لجيش الدولة البابوية مدعمة بجحافل من المرتزقة الصليبيين. كل هؤلاء في مواجهة جيش واحد، جيش دولة الخلافة الإسلامية العثمانية المجاهدة بقيادة رجل واحد اسمه الخليفة
سليمان القانوني الذي قرر أن يقود جيش الإسلام بنفسه في هذه المعركة المصيرية. فكيف كانت أحداث معركة مهاكس الخالدة؟ وما الشيء الذي قاله السلطان سليمان لجيشه قبل انطلاق شرارة المعركة وأدى إلى بكاء الجيش بأسره؟ وما السر الخطير الذي تم اكتشافه في نهاية تلك المعركة؟ ولماذا نقش الكونغرس الأمريكي صورة الخليفة الإسلامي العثماني سليمان القانوني على جدران مبنى الكونغرس؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تابعوا معنا الحلقة القادمة من مسلسل جهاد السلطان. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقات البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم ومقترحاتكم أسفل الفيديو في اليوتيوب وعبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر. سيتم نشر التعليقات المميزة في كل حلقة. أما الآن اقرأوا التعليقات القادمة التي لا تقل روعة عن أحداث قصتنا. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم. أن تقومي من جديد، أن تعيدي الخير للأرض، تعطين بجود أمة القرآن. أنا أن تقومي من جديد، أن تعيدي الخير للأرض، تعطين بجود. عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا، وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. بقلب يعرف الحق يقينا، يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لا حفينا. ورفع ركانا قامت أمجاد، قامت أمجاد. أن تعيدي الخير للأرض، تعطين بجود أمة القرآن. أنا أن تقومي من جديد، أن تعيدي الخير للأرض، تعطين بجود. هيا بلغوا الدعوة لنا، وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. بقلب يعرف الحق يقينا، يركب الصعب ويمضي
في العلا نجما لاح فينا أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود.